جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف نون عين ألف، ابنة الإسلام ذات النطاقين، تقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف في الصلاة؟ وهل علينا شيء في وضعها على الكتف؟ وأيضا إذا وضعنا عليها جلباب يصل إلى نصف الجسد. لا أعلم ما يمنع من وضع المرأة العباءة على كتفيها، لا سيما إذا كانت خالية عن الرجال وتصلي في بيتها، فلا أعلم ما يمنع من ذلك. المهم أنها تستر جسمها سترا كاملا ما عدا الوجه في الصلاة، إلا إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر وجهها وجميع جسمها.